طبعا نبدأ الأول باستعراض مباريات اليوم. النهاردة طبعا احنا في الأجندة الدولية مفيش مباريات في الدوريات الأوروبية اللي معظمها انتهى، وطبعا الدوري المصري مفيش أي مباريات خلال الأجندة الدولية، لكن النهاردة في تصفيات أمريكا الجنوبية لكأس العالم 2022. طبعا النهاردة في أربع مباريات، والمباريات بتتلعب من بعد الساعة 11 من مساء اليوم إلى منتصف صباح الغد بإذن الله. طبعا عارفين فرق التوقيت ما بين مصر وقارة أمريكا الجنوبية. الساعة 11 مساء اليوم الإكوادور هتلعب مع بيرو، والساعة 12 ونص منتصف الليل فنزويلا هتلعب مع أوروغواي، والساعة 1 من صباح الغد كولومبيا هتلعب مع الأرجنتين، والساعة 2 ونص باراغواي هتلعب مع البرازيل. البرازيل هي متصدرة تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم. آخر مباراة للأرجنتين كان فيها تعادل. شفنا مباراة تشيلي طبعا بقيادة المدير الفني الأوروغوياني اللي بيقود الأهلي أو كان بيقود الأهلي في فترات سابقة مارتن لاسارتي. لكن تصفيات أمريكا الجنوبية بتبقى مختلفة شوية، دور طويل قوي من دورين، وبالطبع بتبقى على مدار أكتر من سنة أو سنتين إلى أن يتأهل أربع منتخبات بشكل مباشر، وفي المركز الخامس بتتلعب مباراة فاصلة في الجولات القادمة. لكن هتبقى مباراة قوية جدا النهاردة في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم. المباريات الدولية الودية في المقابل، احنا خلاص بنقترب من مباريات اليورو، فبالطبع في مباريات دولية ودية سواء في أوروبا أو حتى في إفريقيا. لكن النهاردة في مجموعة من المباريات في هذه اللحظات، وأنا بتكلم معاكم في لقاء ما بين كوسوفو مع منتخب غينيا، والساعة 6 هتكون مباراة بولندا مع أيسلندا، نيجيريا هتلعب مباراة النهاردة مع الكاميرون الساعة 6، جامبيا مع توجو الساعة 7، المجر مع أيرلندا الساعة 8، تشيك مع ألبانيا الساعة 8 وربع، اسبانيا مع ليتوانيا الساعة 9 الا ربع، السنغال هتلعب مباراة مع الرأس الأخضر الساعة 9، ومباراة قمة النهاردة هتتلعب في المغرب في كازابلانكا، المغرب هتلعب مع غانا الساعة 9، وفي الختام الساعة 9 و10 مباراة فرنسا مع بلغاريا، وفرنسا بتستعد بالتأكيد لمباراة اليورو الفترة القادمة. بطل كأس العالم بيسعى للفوز باليورو، خاصة ان البرتغال هي حاملة اللقب، فقد تكون البطولة القادمة في اليورو فيها مفاجآت مدوية.